مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم أنا متواجدين بنادي لرياضة جيدو ببرج الكيفان الذي أنجب خيال الأبطال، من بينهم بلال بسعي اللي راح نتعرفوا عليه في هذا الروبورتاج. تابعوا معنا. السلام عليكم، بلال بسعي، رياضي جزائري مصارع في رياضة الجيدو من نادي برج كيفان جي سي بيكا. بديت جيدو هنا كي كان في عمري 4 سنين، ودوك جي 19، عندي واحد 15 سنة جيدو. بديت هنا في نادي جي سي بيكا، يعتبر من أفضل مدارس في الجيدو وطنيا، خرجوا منه أبطال. بديت هنا، دخلت مع خويا، دخلنا بابا، كنا صغار ما كنتش نعرف. بديت حبة، ومن بعد بدينا المنافسات، التدريبات. كان معنا الشيخ، نحيوه الشيخ سعود عمر، شيخ كبير في رياضة الجيدو، ونشكره الشيخ سعود عادل تاعنا، شكر خاص الشيخ سعود عماد. بديت هنا رياضة الجيدو، بدينا نونطريني، ومن بعد كانوا أبطال هنايا كي دخلت أنا صغير، كانوا عدة أبطال اللي نشوفهم فاش يطلعوا بوديوم. ومن بعد دخلت في المنافسات، كنت نروح نشوف كاع لي كومبيتيسيون، ما كنتش اللاش تاعي باش ننافس، لكن كنت نحضر وتعلمت. ومن بعد بدات المنافسات، بديت نتوج بعدة ألقاب وطنيا هنايا. ومن بعد حبيت هذا الرياضة، كملت فيها، ودوك راني متوج بعدة ألقاب وطنية. الرياضة هذه دخلناها أنا وخويا، كيف بابا هو اللي دخلنا هذه الرياضة هنا في هذا النادي، هو اللي كان يدينا، هو اللي كان يجبنا تما، هو اللي كان الحافز المعنوي المادي، هو اللي كان يدعم فينا. ما كنتش نعرف الرياضة هذه، خاص كنت على 4 سنين ما كنتش نعرف رياضة الجيدو مليح، حتى مع الوقت باش عرفتها وحبيتها. حققت عدة ألقاب وطنية من الناحية الفردية ولا الجماعية، أهمها بطل الجزائر. قاريا حققت الميدالية البرونزية في البطولة الإفريقية المفتوحة أشبال، دوك راني في الصين في الأواسط، وماذا بيا ما نعتبروش حلم لكن نعتبرو هدف، هو تحقيق اللقب القاري بطل إفريقيا في أقرب وقت ممكن. من ناحية خارج إفريقيا إن شاء الله نكون في بطولة العالم وتأهل إلى الأولمبياد. كوتي ديتيد هنا بديت صغير جيدو، ثم أنا عرفت كيفاش نكون مع قراية وجيدو والرياضة، تما ما حسيتش الرياضه راهي تلعب لي دور كبير على الدراسه، باسكو بديتهم في زوج وكملتهم في زوج، ودوك راني دوزيام اني يونيفرسيتير، مازال لي في نفس الوقت ندير الرياضه والدراسه. تنظيم الاكل، نظام غذائي، يلعب دور كبير في الرياضه، خاصه لازم تعرف زعما شحال حرق السعرات الحراريه، واش لازم تاكل، واش لازم تاكل قبل لونطريمون، واش لازم تريكيبيري بالماكله مور لونطريمون، شحال واش تقدر تاكل، ما تاكلش السكر، ما تاكلش الحلاوي، ما تاكلش الغازوز، كاين بزاف الحوايج. الهدف تاعي من هذه الرياضه هو التتويج بالميداليه في بطوله العالم، ولما لا تاول الى الاولمبياد. الاختصاص تاعي في الجيدو التكنيك تاعي هي موروطي بوسوناكي، ما نقولكش انا مختص فيها، لكن مختصه في فريق جي سي بي. اي مصارع خرج من هذا النادي يخدم موروطي بوسوناكي على غير كاع الابطال. الاول اللي نهدي له بطوله العالم هو بابا، هو لحد الان مازالوا معنا، لحد الان يديبلاسي معنا لي كومبيتيسيون، يروح معنا، دعمنا ملي كنا صغار. والحافز الثاني هو لونترينور تاعي الشيخ سعود عمر، يعني ماشي هديه، يعني راني هنا. والحافز الثالث هو نشكره خاص هو الشيخ سعود عادل، تما بدا معنا ايطاب على ايطاب ملي كنت صغير وانا ندرج معاه، والشيخ سعود عماد ونادي برج كيفان وخاصه الجزائر. صعوبه التوجيه تقدر تكون لابليسور، تقدر تكون الروبو تاعك ما تديش روبو، يعني في اطار تحضيرات تدرب دائما وزيد ما عندك القرايه، عندك كاباب ما تمتش النوم صحيح، الماكله من داك تكون في الجامعة، من داك تكون تاكل تما ما تمتش النظام الغذائي، تما يقدروا هادو يكونوا سلبية. كلمة أخيرة، شغل خاص يرجع للأب والمدربين اللي ذكرتهم كاع، وعندي رسالة خاصة للأولياء، لازم تدخلوا ولادكم، باسكو نورمالمون ما كاش اللي ما يلعبش في صغره،
كاع يخرجوا يلعبوا برا، يخرجوا ماذا بيا يدخلوهم الرياضه من صغرهم ستان ديسيبلين، خاصه رياضه الجيدو باسكو راني فيها وبديت صغير وعلى بالي. ونشكر نادي جي سي بيكا و توجت بعدة ألقاب من الناحية الفردية والجماعية، أهمها كانت بطل الجزائر وحققت ميدالية برونزية في البطولة الإفريقية المفتوحة أشبال، كانت ثاني ميدالية برونزية في البطولة دراسية، يعني تربط الرياضة بالدراسة. معكم أنيس حنافي مصارع في رياضة الجيدو من فريق جي سي بيكا برج الكيفان. بلال عرفتو ملي كنا صغار تربينا في هذه الصالة، عرفتو في الجيدو الناس ملاح ما شاء الله، مما في الجيدو الله يبارك وربي يوفقه إن شاء الله. بلال رياضي ذو أخلاق، رياضي ديسيبليني، رياضي ما شاء الله، نبدأ بالتربية ما شاء الله، رياضة جيدو ومتحصل على بطل الجزائر عدة مرات حسب الفرق وفردي، مجتهد في الدراسة تانيك متحصل على الباك تاعو. رياضة جيدو بلا جامي كان ما عندي مشكل معاه في رياضة جيدو، بلا اللي يسمع دي فوا نحس باللي كيكون نكوتشي فيه في لا كومبيتيسيون ولا نحس باللي شغل انا راني نضارب، واش نقول له يدير فول بالديتاي، ماشي ما نلقاش معاه صعوبات بزاف كي يكون الكوتشي فيه. كما شفتوا مشاهدينا الكرام، اليوم كنا مع بطل رياضة جيدو بلال بسعي اللي كان مشواره حافل بالتتويجات الوطنية والإفريقية رغم صغر سنه. نتلاقاو إن شاء الله في روبورتاج آخر، إلى اللقاء.